نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بهدف واحد ومقصد واحد، بالغير على دين الله، بالغير على دين الله، بنشر الدين، بإقامة الدين، بإحياء الدين. أنت خير أمة أخرجت للناس، من دون ذلك لا تسوى شيء، من دون لا إله إلا الله لا شيء يا إخواني. الحمد لله على نعمة لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أوجدنا على هذه الأرض وعرفنا عليه. أكبر شرف إلك وأكبر كرامة إلك من الله تتعرف على الخالق سبحانه وتعالى، تحب الخالق. خرجوا أهل الدنيا وما أخذوا أحسن شيء فيها، قالوا وما أحسن شيء فيها، شافوا كل شيء، شافوا الذهب، شافوا الليرات، شافوا النساء، شافوا الكون كله، لكن ما أحد أخذ أحسن شيء فيها وهو معرفة الله يا إخواني، وهو حب الله. والله لو أجى في قلوبنا حب الله ما احنا عايشين هذه العيشة. والله يا إخواني، والله ما احنا عايشين هذه العيشة. والله لو عشنا يا إخواني قلوبنا مليئة بالإيمان، شو اللي بيخلي الإنسان يا إخواني يمل من هذه الحياة الدنيا؟ عدم الإيمان، ضعف الإيمان. والله الناس يا إخواني ما هي خصيصة لغير شيء واحد، شيء واحد، والله ما هو خصيصة لغير شيء واحد. شو هذا؟ ما هو الشيء اللي هو يا إخواني؟ قوة الإيمان، زيادة الإيمان، حب الله. هو اللي بيحب الله يا جماعة بيعمل مشاكل مع الناس، اللي بيحب الله بيعتدي على الناس، اللي بيحب الله بظلم، اللي بيحب الله بيغفل عن ذكره، اللي بيحب واحد بيضل يذكره يا جماعة. ليش؟ والله كل اشي في قلبك محبوب بتذكره. والله لو المحبوب الله، والله لو المحبوب الله، والله ولا نفس نطلع إلا منتذكر نعمة الله، إلا منتذكر فضل الله. ولكن القلوب توجهت لغير الله، صارت تذكر غير الله، صارت تذكر غير الله. شو اللي بيخلي الواحد يحسد؟ ضعف الإيمان. شو اللي بيخلي الواحد يظلم؟ ضعف الإيمان. شو اللي بيمشي الإنسان على الصلاة؟ ضعف الإيمان. شو اللي بيمشي الإنسان على القرآن؟ ضعف الإيمان. ويا أخواني خصصنا حاجة واحدة اللي هو قوة الإيمان. قبل ما ينزل الدين يا جماعة، قبل ما ينزل الدين نزل جهد الدين. والله لو نزل الدين في الحرام وفي الحلال، والله لو نزل الدين في الحرام وفي الحلال ما واحد فينا طبق أمر لأوامر الله. أنا بقول هذا الحكي، هذا اللي بتقول بنت الصديق رضي الله عنها، لو أنه نزل الدين في الحرام وفي الحلال ما حدا فينا طاع الله. ها في إيش نزل الدين؟ الدين نزل يا أخواني، قبل ما ينزل الدين نزل جهد الدين، نزل جهد الإيمان، نزل دخول النور في القلب. بعد ما دخل النور القلب يا أخواني انشرح وانفصح. قال وما علامته؟ قال التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل النزول. والله ما عوقب، والله ما عوقب مخلوق يا أخواني على وجه الأرض عقاب أشد من عقاب، أشد من عقاب، إنما يستأنس بالله، إنما يتوجه إلى الله. القلوب يا أخواني فيها عظم لغير الله، هذا غضب من الله يا جماعة. كل البصير فينا هذا، والله كل البصير فينا هذا، والله رحمة من الله عشان نرجع إلى الله. لأن الآية بتقول شو بتقول؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يتوجهون، لعلهم يطلبون، لعلهم يرجعون. وليش هالضربات هذه في الدنيا؟ اصحى يا مسلم، اصحى يا مسلم. الله بده إيانا لجهد الإيمان يا جماعة، بده إيانا يا أخواني ننجي أنفسنا. والله ما خلقنا إلا حتى يرحمنا، والله ما خلقنا لغير حتى يرحمنا، إلا من رحم. ولذلك خلقنا، ولذلك خلقنا. ليش خلقنا؟ ما خلقنا عشان يعذبنا، خلقنا عشان يرحمنا. فهذه لا إله إلا الله يا إخواني زي ما هي على اللسان، فرض عليك تدخلها في قلبك، فرض عليك تجتهد وتضحي حتى تسكن في قلبك. والله إذا سكنت في قلبك، والله إلا أهل المليارات يحسدوك، والله أهل الملك اللي غير يحسدوك، والله اللي عندهم كل مال الدنيا الغير يحسدوك، والله ما بتحسد حدا. صاحب الإيمان يا إخواني بيحزن على الناس، بيحزن على عيش الناس، بيحزن على تبعون المليارات. والله أكثر تعاسة الأيام هذه عايشة فيها الأمة أهل الليرات الكتيرة، أهل الملك الكتير. ليش؟ لأنه أوعد الله فإن له
اللي بيعرض عن القرآن، اللي بيعرض عن الإيمان، اللي بيعرض عن جهد الإيمان، اللي بيعرض عن نشر الدين، اللي بيعرض عن معرفة الله، شو وعده الله؟ فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله ونحشره يوم القيامة أعمى. يا جماعة اوعوا تفكروا الناس مكيفة، اوعوا تفكروا الناس مبسوطة، اوعوا تفكروا الناس سعيدة. السعيد صاحب الإيمان اللي بيجتهد على إيمانه، اللي بيجتهد على قلبه. والله يا إخواني إن حياة في الدنيا طيبة، حياة في الدنيا طيبة، وفي الآخرة شو هو؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا لا لا، هذه الحياة الدنيا يا إخواني، إذا ما عرفت ربك ما بتسعد، إذا ما عرفت ربك ما بتتلذذ على القرآن، إذا ما عرفت ربك ما بتعرف تقول يا الله. أصعب إشي يا إخواني إنه الإنسان يقع في مشكلة ويروح لكل الخلق وما يروحش لالله. أصعب حاجة. أول لهذا وهذا 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 فشلني، وهذا ما عطي ليش حاجتي، وهذا ما ردش علي، وهذا ما سمع ليش، وهذا غشني. والله ما بنصحك إلا الله اللي خلقك. والله لو قلنا له يا رب إحنا في كذا وإحنا في كذا، ما كل ليلة بنزل نزول يليق بجلاله. يا جماعة أنو اللي يحول يشكيله؟ أنو اللي يحول يشكيله مشكلته؟ اعرض مشاكلك على ربك، بس أول إشي اصلح مع ربك. أول إشي يعمل علاقة مع ربك. أول إشي ادخل لا إله إلا الله في قلبك. والله إذا ما حررنا قلوبنا يا أخواني من الشركيات، إذا ما حررنا قلوبنا من النعنداد، إذا ما طلعنا عظمة ما دون الله من قلوبنا، عمرنا ما بنحس في حلاوة صلاة، عمرنا ما بنحس في حلاوة قرآن، عمرنا ما بنحس في حلاوة دعاء، عمرنا ما بنحس في حلاوة استغفار. إلا تطلع لا إله وتدخل إلا الله، هذا امشي معه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أربع أشياء بدك تكثر من لا إله إلا الله، وتعمل بقضاء بأوامر لا إله إلا الله، والثالثة بدك تحب أهل لا إله إلا الله، والرابعة تنشر دين لا إله إلا الله. هذه أربعة يا أخواني، مش بس أقول لا إله إلا الله، كمان تعمل بأوامر لا إله إلا الله، وكمان تحب لا إله إلا الله، تحب أهل لا إله إلا الله وتمشي معاهم. لأنه رفع الإيمان خلصته إن شاء الله، لأنه رفع الإيمان يا أخواني بده ثلاث أشياء، واللي بيقول لك غير ذلك غشك، اللي بيقول لك غير ذلك غشك. شو هم الثلاث أشياء؟ أول إشي بده صحبة صالحة. خير الناس من قال لك تعالى نعبد الله ونحب الله ونعظم الله قبل أن نموت، أي واحدة. والثانية بيئة المساجد. والثالثة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذول الثلاث أشياء اشتد عليهم حتى تكون آخر كلامك لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله إلا حلاوة يا أخواني لا إله إلا الله. أشهد بالله إلا هلذ لا إله إلا الله. أشهد بالله بتسعدك لا إله إلا الله إذا دخلت القلب. اللهم اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، غائبنا وشاهدنا. اللهم أنا حياتهم من أحينا فأيير